احتضنت قاعة المسيرة الخضراء بسيدي إفني يوم السبت 20 أبريل من السنة الحالية. أشغل الجلسة الأخيرة من المؤتمر الأول حول الأدب الإفريقي باللغة الإيبيرية الذي افتتحت فعاليته يوم 18 أبريل الجاري بفضاء كلية الأدب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير، والذي نظمته الكلية والجمعية المغربية للدراسة الإيبيرية والإيبيرو أمريكية ومختبر البحث حول المغرب والعالم الناطق بإسبانيا التابع لشعبة الدراسات الإسبانية وبشراكة مع الجامعات الغربية بسيدي إفني. الموضوع هو اللي اخترنا المؤتمر الدولي الأول يعني للجمعية، فاخترنا له الآداب الإفريقية المكتوبة باللغة الإيبيرية يعني باللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، والهدف من هذا يعني هو دراسة هذا الأدب وتحليله إيجابياته والنواقص اللي فيه والتعريف به كذلك بهذا الأدب. هذا هو الغرض يعني لانفتاح المغرب، وهذا من الأسباب اللي جعلتنا كذلك نخصوا الجلسة ديال اليوم لسيدي إفني يعني لإرسال يعني واحد رسالة يعني أنه إحنا نقترب من الجنوب يعني من الدول الأخرى، وإحنا إن شاء الله يعني عندنا العزيمة وعندنا هذا يعني الإرادة باش نربطوا علاقات ثقافية مهمة لما فيه المصلحة للمغرب والدول الإفريقية، ويعني والتعريف بثقافتنا وتعريف بالثقافات الأخرى، ونشوفوا الأشياء اللي عندنا مشتركة، هذا هو الدور ديالنا. وقد تمحورت أشغال الجلسة الأخيرة لهذا المؤتمر حول الأدب المغربي المكتوب باللغة الإسبانية ودراسات حوله، حيث شارك في هذا المحور كل من الدكتورة وفقة عن جامعة الحسن الثاني بالضربداء بمداخلة حول التناص عند أحمد أرارو، وبمداخلة لينا هان إليسون من بريدج واتر كوليج بفيرجينيا حول موضوع بين البحر والصحراء الطبيعة في الأدب الإسباني المغربي. أما جوليان توشنيتز عن جامعة لابزيغ في ألمانيا فتساءلت عن كون هذه العلاقة في الأدب المغربي الإسباني، وما إذا كانت دالة عن ثقافتين أم وجهين لثقافة واحدة. Y aquí como invitada al primer congreso de la AMEI y para mí me siento muy honrada participar en este evento que pienso que era un gran éxito y porque sobre todo para renovar también relaciones entre las universidades en Alemania y en Marruecos era una posibilidad muy importante para discutir temas que todavía en Alemania sobre todo pero también en Europa no están tan discutidos y no tan oídos como lo es también la literatura de autores, la literatura marroquí de expresión española. Y para eso tuve muchos impulsos para nuevas investigaciones y para nuevas cooperaciones universitarias. وقد تميزت هذه الجلسة بحضور عامل إقليم سيدي إفني ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، الذي قدم في كلمته نبذة عن تاريخ المدينة وارتباطها الثقافي والتاريخي لإسبانيا منذ ما قبل اتفاقية تطوان سنة 1860 وإلى حدود عودة إفني إلى الوطن، مركزا على أهمية إيلاء الثقافة واللغة الإسبانيتين لتجاوز واقع يهددهما بالاندثار والضياع. هذا المؤتمر الدولي اللي هو الأول في سيدي إفني، نتمنى إن شاء الله يكونوا مؤتمرات آخرين. علاش؟ بأنه كيهتم بالمنطقة ديال سيدي إفني وغادي يشجعنا ثقافيا وسياحيا عبر العالم. علاش هذا المؤتمر؟ هذا كانوا حاضرين معنا هنا عدة دولات بما فيهم الولايات المتحدة، ألمانيا، غانا، المغرب، إسبانيا، جزر الكناريا، وكما قلت في الكلمة ديالي على البنايات ديال إسبانيا يعني متواجدين في سيدي إفني. هذه البنايات اللي عندنا هنا من إسبانيا متواجدين اللي هما 11 بناية فيهم في حالة تدهور، وما كيشرفوش المدينة أنه كيشوفوا المدينة ديالنا. نطلبوا من اسبانيا باش هاد الميات اما تصلحهم اما تفوتهم للبلديه ولا غير ذلك. كما عندنا الميناء ديال سيدي إفني وكنشتغلوا عليه كثير هو على الخط البحري ديما ديال سيدي إفني، انه هذا الخط البحري غادي يعطي دفعه كبيره للاقتصاد في المنطقه في سيدي إفني خاصه وفي المنطقه عامه. واذا كان هذا الخط البحري هذا غادي يكونوا فرص شغل كثار اللي غادي نقلوا من البطاله اللي عندنا في الشباب ديال سيدي إفني. Límites de lo postcolonial y la lista es bastante larga
y esto significa que estamos delante de una eminente investigadora. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.